اللي حصل كلام كتير عليها. الحقيقة كان منتخبنا لديه فرصة طيبة أن يفوز على منتخب ساو باولو وأحرز أهداف جميلة، خصوصا الهدف الأول ملعوب اللي هو أمامنا الآن، ملعوب بفن وذكاء وحرفنة بشكل يعني عجيب. الحارس مرمى ساو باولو لم يتحرك. فريق منتخب ساو باولو كانت نتائجه في المنطقة، مباراته الأولى مع منتخب دولة الإمارات كانت في العين، فاز 4-0. والمباراة الثانية اللي لعبها في دبي مع منتخب الشباب فاز 3-0. مباراته الثالثة اللي لعبها في الكويت كانت مع منتخب الكويت وتعادل مع منتخب الكويت 3-3. وكان ممكن انه لما لعب معانا وكنا فريقنا متقدم 3-1 ان نفوز. الكرة اللي امامنا الان، الكلام كتير صار عليها، هل الحكم مع حق؟ الحكم مع حق فعلا في هذه الكرة، وفاول بول على اللاعب اللي دخل بين حارس مرمى ساو باولو وبين حسن قاضي وحط ايده على حسن القاضي. في الحقيقة الهدف اللي قالوا عليه في تسلل 3 متسللين في التلفزيون ده مش صحيح، هذا الكلام ما هوش صحيح. ضربة الجزاء طبعا صحيحة، وخروج الحارس إلى خارج المرمى كان لو مسك هذه الكرة كانت ستعاد ثانية، لأنه غلط خروج الحارس. يعني الحارس أنا ما أقدرش، مش قادر أفهم التصرف اللي تصرفه الحارس على اي اساس. هل سيصد الكرة؟ طب لو صد الكرة هتنعاد مرة تانية، فكان غلطان الحارس. هذه كرة يعني بنقدر في عالم الكرة يقول لك عنها استروبيا، يعني حظ سيء من تغطية فريقنا الحقيقة. يعني فيها فاول بول وزقه من منتخب ساو باولو الحقيقة، لكن انا ما اقدرش اقول ان انا الحكم يشوف احسن مني، أنا بتفرج على صورة. كان فريقنا يعني أنا بعتقد اللياقة يمكن خانته شوية وأدى إن هو يتعادل. هذه الكرة اللي حصل فيها هل هي أوف سايد أو مش أوف سايد؟ الحقيقة ما أقدرش أنا أقول أوف سايد. اللي يقول أوف سايد هو الحكم واللاينزمان رجل الخط، لأنه الكاميرا ما هياش صحيح الحكم عليها.